مهلا نور، وصلنا لفقرتنا يمكن بتهم الكل اليوم. نعرف كلياتنا ونحن على ابواب الصيف انه تكتر طبعا خليني اقول حالات التجفاف، ايضا بيكتر حالات التعرق. في كثير ناس بتحاول بهذا الوقت انه هي تحافظ على ريحه جسمها، مثل ما بنقول في ناس بتستخدم مزيلات العرق اللي هي بتكون كيميائيه او الموجوده المتوفره بالاسواق، ولكنها هي ما بتعطي الفعاليه الضروريه اللي موجوده. في ناس كثير كمان بيصير مع تحسسات من بعض هاي الانواع الموجوده بالاسواق، يمكن تجاريه بتكون اكثر، يمكن شغل الصبايا بيشغل بال الصبايا اليوم والشباب. اكيد الحفاظ على الرائحه الجميله، شو العطر اللي بيناسبني اليوم؟ عم تلاقي كثير من الصبايا عم يدوروا على العطر، او فينا نقول اي شيء ممكن نعتبره ضمن الروائح الجميله، السبلاش فينا نسميه، يكون مدته طويله اكثر. يعني دائما بتلاقي مثلا دفعت المبلغ الفلاني، اشتريت هالقد، ساعه هو بعد ساعه بيختفي، بعد ساعه بتلاقي هي الروائح بتختفي. فخلينا نحكي عن هذا الموضوع مع اختصاصيتنا اليوم الكيميائيه براء حداد، كيف فينا نختار العطر المناسب، كيف فينا فعليا نحافظ عليه لاطول فتره ممكنه ضمن الظروف الموجوده. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. صباح النور يا يسعد أهلا. صباحك، انعاد عليكي بدايه. تسلمي لي، انعاد علينا وعليكم بالخير والصحه والعافيه يا رب. امين يا رب. خلينا نبلش مع حضرتك براء. اليوم العطور او العطر هو شيء مفضل وله جاذب عند الكل، سواء الصبايا او حتى الرجال، ولكن اليوم مصادر العطر نحن كثير بنسمع عن شيء له علاقه بالورود، شيء له علاقه بروائح اصطناعيه، شيء بنسمع كثير تفاصيل عن هذا الموضوع. خلينا نعرف الناس مصادر العطور اليوم قبل ما نعرف كيف فينا نحصل على العطر المناسب لنا. صحيح، قد ما كانت السيدة حلوة وبتتغنى بجمالها، جمال الشعر والبشرة، إلا أنه للعطر طابعها خاص وسحر خاص. يعني دائما ما بتكتمل الملكة عند الأنثى إلا بعطرها الخاص. حتى الرجال بهذا الشيء الخاص اللي عندهم دائما بيقول لك بيميزني هذا العطر، أو بحسه صحيح. قريب لإلي. صحيح. فالعطور هي على مر الزمان إنه معروفة لتعدل المزاج، لتعطينا الثقة بالنفس أكثر، لتعطي الرائحة الحلوة المهفهفة. دائما حتى هي مربوطة بالنظافة وبقوة الشخصية والثقة بالنفس. صحيح. مصادر العطور على مر الزمان يعني كبداية كانت معروفة من النباتات، الزهور، الزنبق، الياسمين إلى آخره. بعدين صار يطلع مصادر جديدة، مثل مثلا بنسمع بالمصدر الحيواني اللي هن المعروف المسك، من مسك الغزال، الحيوان اسمه مسك الغزال، أو العنبر اللي هن أغلى نوعين من العطور بالعالم. الحوت. من الحوت، هي عبارة عن مادة بيفرزها الحوت، ونياليا اللي بلاقيها لأنه أسعارهم بآلاف الدولارات. مثلا في عنا بالدول الخليج بتلاقي بيحبوا عطر مادة العود، وللأسف شيء له علاقة بالبخور طبعا. تماما، اصطناع جدا صعب لأنه هي عبارة عن نبتة بتنمى بشرق آسيا. هي على فكرة إذا بتشوفوا يمكن بتتفاجأوا، عبارة عن شجرة طولها بحدود 20 متر يعني. بس لحتى أنت تعملي تقطير للمادة الفعالة الموجودة فيها، يمكن من الشجرة بناخد بس اللب. هي عدا عن كمان خشب الصندل والعطور الثانية. طبعا نحن بنعرف انه دائما العطر بنحصل عليه من عن طريق التقطير. خاصية التقطير هي اللي بتستخلص المادة العطرية، اني انا بعد ما باخذ النبات بنعمل له غلي، بنضيف له نوع من المزيبات لحتى تطلع معنا المادة الفعالة الزيتية. معك ياسمين. ياسمين، هلا طبعا المصور بيكون معنا يوم الخميس، نزار دائما بيزيلنا الاستوديو هيك، بيطفلنا من الجنين الشيء، بيعطينا هيك، بدنا نقول له شكرا لك نزار. يمكن هي من اكثر الروائح اللي لها علاقه بالبيئه جدا. طبعا يعني مثلا بنعرف الشام دائما بيقولوا الياسمين، الفل، الجاردينيا، بعض الانواع المختصه بالبيئه الاساسيه. صحيح. فيها في مدينه بفرنسا مزروعه ياسمين، لكن بياخذوا منها البراعم. يعني تقريبا بين 5000 ل10000 برعم ياسمين ليعطيني كيلو جرام زيت عطري. لذلك بتلاقي سعر الزيت جدا غالي. اما نحن اللي بيوصلنا لبيوتنا هي علبه البارفان، هو ممدد. ليش؟ لانه هي نقطه الزيت نحن ما بنتحملها بهذا التركيز العالي، بتسبب الحساسيه. صحيح. عدا عن اللي معه امراض ربو وتحسس، يعني مستحيل ما تعمل لي مشكله. فنحن بدنا نمددها يعني اكثر من 100 مره لحتى توصل. اللي معه امراض بيتضايق من الاسانس او المركز 100%، لان انت عم تاخذي الماده الفعاله هي الاسانس العالي. روحي ياسمين. فحتى بتدوم اكثر.
لكن نحن لما عملنا العطر او البارفان حتى اذا كان بتركيز العالي فهو محصور على طبقه الاثرياء جدا. اما باقي الشعب ما راح يقدر يحصل على هي الماده. هل قد ما تماما سعر كيلو زيت الياسمين بيوصل لما يقارب 150 الف دولار، مبلغ منه هين، فما بالك يعني. لذلك الشركات العطور بتاخذ هذا الزيت بتعمل له طريقه التمديد بالكحول الايتيلي حصرا، لانه نحن للاسف بينغش بالغول الميتيلي او بنسميه الكحول الميتيلي، طبعا هذا اضراره جدا عاليه بنحكي عنها. بالاضافه انه العطر نحن دائما بنضيف له ماده المثبت. في ناس بتحب الالوان، انا ضد اللون لانه للاسف اللون الاحمر او الزهري اللي بتشوفوه او الاصفر، هي اكثر ثلاث الوان معروفه بالعطور، اذا انضافت لو كانت بجرعه كثير صغيره، اذا نحن لابسين لون ابيض او الوان فاتحه تماما ممكن يعطيني هي البقعه الصغيره، يعني هي بقعه زيتيه مع لونيه للاسف بيصعب اني اقيمها على الثياب الى معالجه ثانيه بتصير. طيب خلينا نحكي معك براءة، يعني يمكن كثير من الناس مثل ما قلتي كل حدا بيكون عنده عطره الخاص، كيف فينا نعرف العطر المناسب لنا ونحافظ عليه لأطول فترة ممكنة؟ ونحن عم نحكي عن غلاء أسعار كثير كبير، بس دائما في عندنا بدائل، يعني نحن ببيئة بتلاقي فعليا المنتجين أو الصناعين بيلاقوا بدائل، وبتلاقي في اختراعات جديدة تدخل في إطار العطور اليوم. صح، أنا ما بغامر بالعطر، رح أقول لك لكثير أسباب. اللي بيحب البارفان هذا يعني بيتعلق بشخصيته. البدائل اللي حضرتك عم تحكي عنها هي السبلاش، هو محلول مائي، بينما العطر لا، هي ماده عطريه زيتيه ممدده بالكحول. بتلاقي بدائل للريحه الجميله ضمن الغلاء، بحكي منطقي، انا عايشه واقع، يعني انا طالعه التلفزيون ما فيني اقول لك انا اشتري بارفان شانيل او ديور وهذا بيمسك بيقعد 24 ساعه لانه فعلا غالي. بس فعليا اليوم لا، حتى نحن عندنا بسوق العطاره والهيبه تفوتي بتلاقي في اختراعات جميله ضمن البيئه الدمشقيه السوريه، وروائح ضمن الورود الموجوده اللي عندنا فعلا جميله وبتبقى يعني رائحتها حاضرة. تمام. هلا البدائل، بس رح اقول لك نحن في عندنا هون بالبلد معظم العطارين بتحضر لك العطر قدامك، يعني ما بيكون مادة واحدة، مثل مثلا هلا زيت الياسمين، نحن ما بناخذ ياسمين بيور يعني نقي 100%، لا، بيكون متداخل له عدة انواع من العطور، بيكون منضف له المثبت والكحول بسعر نوعا ما مناسب لنا. هلا بالنسبة لنا هلا بوقت الصيف، نحن في عندنا السبلاش هو المحلول المائي، عندي البخاخ ديودوران كمان هذا من البدائل. كل شيء له منافع وايجابيات، يعني صحيح. ايجابيات وسلبيات. مثلا اليوم بالصيف عندي ماده اسمها الشبه، بيستخدموها كثير الاناث لمناطق التعرق خاصه تحت الابط. في عندي شيء اسمه مسك الطهاره، صحيح. فكل هي تعتبر بدائل عن العطور. نحن هي مفيده او لا؟ لانه في كثير تساؤلات عنها. تمام. في كثير منها تجاري كمان. جدا جدا. شوفي، اللي دائما اي ماده مزيل تعرق خاصه الماده اللي بيكون لونها مائل للابيض، او في منها بيكون منضف لهم الوان صناعيه لحتى تعطيك اللون اللي حضرتك بتحبيه، هي الماده يعتبر الماده الاساسيه الموجوده فيها اسمها شب الألمنيوم. تيجي صلبة، هي شو بتعمل؟ هي بتسد المسامات، يعني انتوا بتشوفوها مثل مادة النشا، هي بتعمل على انقباض المسام عشان ما يصير إفراز للتعرق، بتحمينا طول النهار وبتعطينا الريحة الحلوة، وفعلا إذا كنا نحن رايحين لمشوار طويل وما بدنا آثار التعرق تظهر علينا تحمي. لكن وين المشكلة؟ إذا أنا رجعت على البيت وما تخلصت من هي المادة الموجودة تحت الأبط عن طريق الاستحمام الدائم، يعني لما بعرف حالي عندي هذا المشوار وانا حطيت هي المواد اللي خاصه الشبه والماده اللي بتكون بيضه بتسكر المسام، اهم شيء لما ارجع على البيت اعمل استحمام. ليش؟ الاستحمام بيساعد على التخلص منها، بيفتح المسامات. النقطه الثانيه، للاسف الاستمرار الطويل لها اثبت علميا باحد الدراسات الموجوده انه ممكن ان تسبب سرطان الثدي ولو بنسبه قليله. ولو بنسبه قليله، ليش؟ لانه نحن عم نعمل انسداد للمسام بالاضافه تحت الابط، الكل بيعرف الغدد الليمفاويه وكيف ممكن يصير تسريب للداخل. طيب ومسك الطهاره؟ مسك الطهاره يستخدم باماكن معينه من الجسم لتطهير الجسم، بس بيجي هو بأصنص زيتي او مائي بيكون، بس شلون بتكون الريحه اقوى والمواد الموجوده فيه امن من ماده الشبه او اللي بيكون منضف لها نشا، حتى بيكون منضف لها بودره مواد ثانيه
لحتى تعطيك التماسك وانسداد المسام بشكل كامل. هلا البخاخ، معظم البخاخات اي شيء منبخ وبيطلع هذا الصوت هو مادة كحولية، يفضل ما حطها على تلامسها مع الجسد. ليه؟ لأنه ممكن الكحول يسبب تغير للون البشرة خاصة تحت الأبط. نقطة تانية، كل الصبايا أو الشباب خاصة يلي بيروحوا على النوادي الرياضية مو ببخ هيك، ببخ من فوق لتحت بكل الاتجاهات، ممكن يضل عم يبخ ما يقارب 60 ثانية لحتى يتعدل مزاجه. بهذا الوقت اللي انتو عم بتبخوا فيه، انتو كمية الكحول اللي عم تتناثر حواليكم جدا عالية، هذا اللي بيأثر على المزاج. في دراسة كانت عم تربط استخدام البخاخات الديودوران بالصداع، طلع في تأثير كتير كبير. ليش؟ لأنه الكحول عم بيسبب هذا الصداع. ليش؟ لأنه أنا حكيت على موضوع أنه نحن ممكن نحط الإيتانول اللي هو المعقم اللي بيستخدمه أنا على إيدي، آمن 100%. نحن بنستخدمه لتعقيم الإيدين بتركيز 65-70% للقضاء على الأحياء الدقيقة الممرضة، وبنستخدمه بتمديد العطور وبالبخاخات ليعطي ثباتية للعطور مشان أخذ الرزاز والانتشار. نحن بنقول العطر لما اللي بينتشر، أنا بكون محملة العطر على هذا الكحول مشان ينتشر ل يعني بيعطي تماما بيعطي جو عطري أكبر وبينتشر لمساحة أكثر. نفس الشيء بالبخاخات. طيب اليوم إذا استبدلنا الإيتانول بمادة تانية اسمها الميتانول، وللأسف شركات كتير كبيرة تستخدمه. ليه؟ أولاً للرخص. الميتانول أرخص بكتير من الإيتانول، لكن للأسف الميتانول لما بتصير عليه عملية، نحن لما بنبخ هاي المادة علينا أو على ثيابنا على الجسد على الشعر، للأسف تدخل إلى داخل الجسم عن طريق الأكسدة. خاصة أنت لما بتبخي تنزل على الجسم على البشرة على الشعر، قلت لك العطور أو الديودوران عم تنحط بشكل مباشر على الجسم وتحت الأبط. حتى بتلاقيهم بيحطوها مثلا الرجلين داخل ال يعني من لما داخل المرفقين الإيدين هون والرجلين. يلي بيصير انه نحن بعمليه الاكسده نحن عم نتنفس، عم تدخل هي الماده لداخل الجسم او بتتسرب لداخل الجسم عن طريق المسامات المكشوفه، تتحول لماده فورم الدهيد وبعدين بيتاكسد الى حمض البيتانويك. للاسف هون بتصير حالات التسمم ومن غير ما نحس فيها. يلي بيصير كمان صداع، دوران، غثيان، نحن ما بنكون حاسين، لكن للاسف هو الاستخدام مرور الوقت لهي المواد، حتى بنستخدمها بطريقه جدا عشوائيه. لما الست البيت او السيده الصبيه الرياضي عم بيكون برا، بيعرق مره بيرجع ببخ، بيعرق ثاني مره بيرجع ببخ، ودوامه بقى طويله صارت تماما، تراكم طبقات من البكتيريا. تمام، الغدد العرقية بلشت عندي تفرز مع التلامس مع الثياب والهواء الخارجي. شو بصير؟ أنا عندي طبقة من البكتيريا، رجعنا عم نبخ مرتين وثلاثة، شوفي التراكم يلي عم بيصير. هذا كله بيأثر على المزاج وللأسف بيأثر على الصحة. للأسف وقتنا خلص معك براءة، يعني موضوع مهم جدا، لنا وقفات أخرى عبر رحلتنا الصباحية القادمة لنحكي عنه بشكل موسع أكثر. شكرا كثير لك. شكرا لوجودك معنا. شكرا كثير. شكرا.